تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أحد المطارات لامرأة تسرق سماعات رأس سقطت من على شخص أمام أعين الجميع. وكشف مقطع الفيديو المصور لحظة سقوط السماعة سماعة الأذن أحد الأشخاص أحد المسافرين أثناء استلام حقائبه، لكنه أصيب بصدمة من عدم وجود السماعات، حيث حملتها المرأة القريبة منه ووضعتها وذهبت تهرب بسرعة عن المكان وبثقة أمام أعين الجميع وكأن شيئا لم يكن. لنتابع مقطع الفيديو والحادثة التي حصلت في إحدى المطارات. الغريب أن القصة لم تنتهي هنا بتوثيق لحظة سرقة السماعة، حيث تم تداول مقطع فيديو آخر أظهر المرأة وهي تقترب من صاحب السماعة التي سقطت منه والتي سرقتها منه، تعيد له السماعة بينما يرقص هو فرحا غير مصدقا لما حصل أنه وجد سماعته مرة أخرى وعادت إليه. لا نعلم أن الأمر أعد له مسبقا أم من أجل كسب المشاهدات والشهرة والمتابعات، أم أن ما حصل مجرد مسحة فقط. لنتابع كيف أعادت له سماعات الرأس. تسبب مقطع الفيديو هذا أو مقاطع الفيديو في حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ربط الكثير منهم غرابة الموضوع بأنه مجرد تمثيلية لا أكثر. أفرز الكثير من ردود الأفعال والتعليقات، اخترنا لكم منها هذه التعليقات التي جاءت على ضوء تلك المقاطع. يقول رضوان عالي، يقول بعض المواقف لا يمكن أن تكون عفوية، ليه تصوير واحد ينتظر شنطته وهي ليه واقفة وكأنها تدري أنه سماعته بتطيح عشان تسرقها وتروح. تعليق آخر أيضا من قيس، أنت بس لاحظ كيف رمى السماعة وتدري أنه الموضوع دراما كلها، هي مال دروب وتريدون تطشون براسنا، عبالنا بس بالعراق يدورون هاي السوالف، طلعت عندهم أكثر بعد. تعليق من عيسى علي يقول حركة الكتف الأيسر للرجل عند سقوط السماعة تدل على إسقاطها عمدا، وهذا يدل على أن ما حدث بين قوسين تمثيل وليس حقيقة. أيضا مداخلة من كاميران يقول الفيديو واضح جدا، واضح جدا مفبرك ومتفق عليه مسبقا وكل شيء معروف وواضح، حتى اللي يصورون يعرفون إيش دا يصير، واعتقد ماكو واحد يعبر عليه هذا الفيلم بمجرد ان تشوف وين راحت المرة اللي سرقت السماعة وشلون الكاميرا تلحقها، وكأنه يعرف المصور وين حتروح.